مطبخ رمضان بكل الألوان. الله يسعد أوقاتكم وكل عام وأنتم بخير أعزائي المستمعين الأكارم. لحنا اليوم من برنامج مطبخ رمضان بكل الألوان بدنا نحكي شوي عن الطبخات الشامية والمطبخ الشامي الشهير بأكلاته يلي هي مثلا ششبراك، شاكرية، جزمز، حرة أصبعه، الأكلات الشامية كلها، الكبة المقلية، الكبة المشوية، شوربة رمضان، أكلات رمضان الظريفة. أنتوا كمغتربين موزعين على الكرة الأرضية كلها، بهمني أنه أنتوا تسمعوا هيك فقرة من خلال هالإذاعة الكريمة. أنا ما بدي أطول عليكم كتير، بدي حيي المغتربين ببلاد المغترب، إن كان بأوروبا أو بتركيا أو بالبلاد العربية أو بأمريكا وين ما كان، وبتمنى يسمعوا فقرة مطبخ رمضان بكل الألوان. هذا البرنامج يأتيكم برعاية اللي ساهم بستناك مشان نروح نتغدى بالشام. الشام؟ ايه بالشام ومو بالشام. شلون صارت هاي؟ بدل ما نروح نتغدى بالشام ايه جابونا الأكلات الشامية الطيبة لعنا لهم. وشلون بقى؟ هذا مطعم دماس عم يعمل كل الأكلات الشامية الطيبة. هو وطيبة؟ طيبة كتير. شرفوا نتغدى سوا بمطعم دماس. الأكل الشامي الأصيل فقط بدمس كوزين. زوروهم على 28841 أرشد ليك بفارمينغتون هيلز، ولطلباتكم اتصلوا على 248-987-4609. That's 248-987-4609. دمس كوزين and catering، جبنا لكم الشام لعندكم. أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم وكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك. أنا معكم من خلال برنامج مطبخ رمضان بكل الألوان. أنا الحقيقة هلأ موجود بمنزل السيدة الفنانة القديرة هدى شعراوي يلي رح تحكي لكم عن أكلة كتير بتحبوها بشهر رمضان المبارك. أهلا وسهلا فيك، تفضلي الميكروفون معك ست هدى. كل عام وانتم بخير، كل سنة وانتم سالمين، وإن شاء الله بتعيشوا لرمضان الجاي انتم وكل يلي بتحبون، وإن شاء الله ما بينقص حدا منكم. هاي الأكلة اللي رح أقدم لكم إياها اليوم اسمها ستي زبقي. هاي في ناس سمعانين فيها وفي ناس ما لهم سمعانين فيها. ستي زبقي بدك تكوني أول سالقة العدس وسالقة المعكرونة، كمية من العدس وكمية من المعكرونة، وبعدين تكوني قالية اللحمة والبصلة. بتحطي اللحمة والبصلة، بعدين بتحطي النصبة. النصبة يعني مي، بتحطي شي 3 كاسات 4 كاسات مي، بتضيفي لهم بعدين المعكرونة والعدس، بتخليهم شوي يختمروا، وبتلاقي أكلة طيبة كتير كتير. وقبل ما تنزليهم بتحطي لهم الكزبرة والثوم، ويا سلام شو أكلة طيبة وسخنة، بتدفو وبتدفى المعدة. وكل عام وانتم بخير وكل سنة وانتم سالمين، وان شاء الله ألف هنا وشفة. أنا بحبكم كلكم لأنه انتم المستمعين، انتم عائلتنا وحبايبنا وأخواتنا وأولادنا وأبهاتنا وأمهاتنا، انتم عائلتنا حبايب قلبي. أنا هدى شعراوي. مطبخ رمضان بكل الألوان.